جانب الصواب من يعتقد أن علاقات السعودية بإسرائيل وليدة اللحظة. في الواقع المشهد أكثر تعقيداً مما يبدو عليه. ليس البحث في الماضي سوى محاولة لعقد صلات أكثر وضوحاً مع الحاضر، وصورة الواقع الراهن التي نراها ما هي إلا محصلة لمحطات سابقة نستكشف أبعادها وخفاياها باحثين في وثائق الأرشيف الوطني البريطاني. أرض للفلسطينيين في صحراء سيناء وأرض للمصريين في النقب بديلة لها، يقترح الأمريكيون. أما الإسرائيليون فعينهم على الضفة الغربية. تسريبات إعلامية كثيرة لما بات يعرف بصفقة القرن، تعلو فيها جميع الأصوات على أصوات الفلسطينيين، وعلى رأسها صوت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان العرابي الأشد حماساً للانفتاح على إسرائيل. يصف البعض انفتاح بن سلمان هذا بالمفاجئ، خاصة ما جاء على لسانه خلال زيارته الأخيرة لواشنطن في شهر آذار مارس الماضي. لم يرشح عن الزيارة ما هو غير مألوف في العرف السياسي والدبلوماسي سوى حوار أجرته صحيفة ذا أتلانتيك مع الأمير النافذ، قال فيه إنه لا يعارض إقامة دولة لليهود على أرض إسرائيل، وإن الرياض تعتبر تل أبيب نموذجاً اقتصادياً جذاباً قد يكون للمملكة مصالح مشتركة معه. لم تجرؤ بعد المملكة على عقد العلاقة الرسمية والمعلنة، لكن هناك جس النبض وهناك يعني الخطوات التي تسير في هذا الاتجاه بما فيها استخدام الحلفاء كما رأينا مؤخراً، تبادل الزيارات بشكل مكشوف تماماً بين الإمارات وإسرائيل، وأيضاً سلطنة عمان يعني استقبالها لبنيامين نتنياهو. بحسب بعض وثائق الأرشيف الوطني البريطاني، قد لا يكون هذا الموقف السعودي المنفتح على إسرائيل الأول من نوعه، على الأقل هذا ما تشير إليه إحدى هذه الوثائق. وثيقة تعود بنا إلى زيارة أخرى أجراها الملك سلمان عام 79 إلى هنا، 10 داونينج ستريت، مقر الحكومة البريطانية، في زيارة مفاجئة للندن حاملا رسالة عاجلة من شقيقه الملك خالد بن عبد العزيز. طلب حاكم الرياض آنذاك الأمير سلمان بن عبد العزيز 30 دقيقة من وقت رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر الغارقة في ترتيب شؤون بيتها الداخلي. كان العالم العربي حينها يعيش حالة غضب عارم تملأ شوارعه المظاهرات المنددة باتفاقية السلام المبرمة حديثاً بين مصر وإسرائيل. تحولت الرياض خلال تلك الشهور إلى قبلة سياسية للزعماء العرب بعد أن أعلنت رفضها لاتفاق السلام ومباحثات كامب ديفيد جملة وتفصيلاً. هذا ما بدا للعلن، لكن الرسالة التي أوصلها الأمير سلمان لتاتشر تفصح عن موقف آخر. يقول كاتب الوثيقة نقلاً عن الأمير سلمان بن عبد العزيز: قال إن السعودية لا تعارض من حيث المبدأ أي اتفاق سلام بين مصر وإسرائيل، لكن يجب أن تتم معالجة جذور المشكلة من أجل الوصول إلى سلام شامل. كان يجب لزيارة السادات للقدس أن تحضر على نحو لائق، ولم يكن يجب أن يوقع اتفاق أحادي دون التوصل لتسوية أوسع يتم الاتفاق عليها. لقد تمنى السعوديون أن تتمكن مفاوضات كامب ديفيد من حل هذه الخطوط، وحتى الآن يمكن للسعوديين إعادة دعم السادات فيما لو تم إقناع الإسرائيليين بضمان حقوق الفلسطينيين المشروعة. حين يتم ذلك ستكون السعودية جاهزة للعيش مع إسرائيل بسلام. سادات did a deal, and the deal ignored the Palestinians. In order to get Sinai back from the Israelis, he cut the Palestinians loose. Well, history is repeating itself. Mohammed bin Salman is prepared to do a deal that would effectively leave the Palestinians with virtually nothing. الموقف السعودي من مصر بعد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل كان بمثابة قصاص للرئيس المصري أنور السادات،
باعتبار أن السعودية تعتبر نفسها أنها لاعب أساسي في المنطقة، وخصوصا بمشروع بهذا الحجم، يعني مشروع السلام مع إسرائيل. فبذلك لا نعتبر هذا الموقف موقف عروبي أو يأخذ بعين الاعتبار مصالح الفلسطينيين. أوائل عام 1979 اهتزت أسواق النفط بشدة بعد اندلاع الثورة الإسلامية الإيرانية. تبنى ملالي طهران مبدأ تصدير الثورة بما يتفق مع توجههم الفكري، فرأى حكام الرياض فيهم تهديداً وجودياً، وراح القصر الملكي يعيد النظر في مواقفه وتحالفاته السياسية مستفيداً من سلاحه الأمضى النفط. هناك سلوك شبيه اليوم من ناحية التطبيع مع إسرائيل بالسلوك السعودي في عام 1979. في وقتها كان هناك تهديد إيراني بعد الثورة الإيرانية، وأيضا كان هناك أزمة اقتصادية، والآن نرى أزمة اقتصادية في السعودية، وأيضا نرى ما يرونهم تهديد وجودي إيراني. في عام 2014 تعمد المملكة في ضغط على الأسعار النفط هبوطا، كان الهدف منه خنق إيران اقتصاديا، كان هذا بتنسيق مع إدارة أوباما التي كانت تتفاوض مع إيران وتضغط على إيران من أجل اتفاق النووي الذي تم عقده تحديداً في عام 2015. تتابع الرسالة. لقد شدد سلمان على أن السعودية ستبقى ضد أي رفع في أسعار النفط، وستفعل كل ما بوسعها لتبقي على إمدادات النفط للغرب. لقد اقترح أن تقوم السوق الأوروبية المشتركة بتشجيع أوبك على تجميد أسعار النفط وأن تضغط من أجل ذلك. سيساعد هذا الضغط السعودية كثيراً في اجتماع أوبك المقبل، وسيكون مفيداً كذلك خفض الاستهلاك الغربي للنفط. إن السعودية تعلم جيداً أن رفع الأسعار سيؤذي الاقتصادات الغربية وتتمنى أن لا يحدث ذلك. The benefits that Saudis would get would be a very strong relationship with the United States. But more importantly, a very strong relationship with Israel. Iran is seen as both the enemy of the Israelis and the Saudis. So the Saudis would line themselves up with the most powerful military and stand up to Iran. في ختام الوثيقة يلخص كاتبها ما لم تقله كلمات رسالة الأمير سلمان. إن اللهجة المهادنة نسبياً التي تحدث بها سلمان عن كام ديفيد، وكذلك رغبة السعودية بإعداد مفاوضات السلام، أمر مشجع للغاية. هذا الإطراء البريطاني على موقف السعودية من إسرائيل عام 79 يبدو شديد الشبه بالغزل الأمريكي الحالي الذي يحيط بمواقف ولي العهد السعودي من تل أبيب. غزل لا ناقة للفلسطينيين فيه ولا جمل. فهل باتت حقوقهم بالنسبة لبعض الدول العربية رهينة بمصالح سيد البيت الأبيض؟ سؤال قد تجيب عنه الأيام المقبلة.